بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتوفير مياه شرب جوفية نقية لجميع قاطني هذه الأرض الطيبة، فإن إدارة زلال ولله الحمد تمكنت من خدمة المجتمع ومنذ السنوات المنصرمة إلى الآن بتوفير مياه شرب عالية الجودة المستخرجة من آبار حمدة والتي تنتج بسواعد إماراتية. كما سعينا وبنجاح بتلبية الطلب المتزايد على المنتجات من هذه المياه، وذلك عن طريق إضافة خطوط إنتاج جديدة حتى نتمكن من تلبية جميع متطلبات السوق والمجتمع والمساكن. يتم تقديم الخدمات هذه جميعها عن طريق تقوية شبكة قنوات التشغيل، وإيمانا منا بمواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم واستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، قمنا بعملية الأتمتة لجميع المراحل الموجودة في الانتاج، من الانتاج وصولا لمرحلة نقل المنتجات إلى المتعاملين لدينا. يأتي نجاح زلال كعلامة تجارية كوننا نعتمد بنسبة 100% على المياه الجوفية المستخرجة من آبار حمدة. تم مشاركة هذا المجتمع في عملية تصميم هذه العبوات، حيث تم أخذ آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، لأن جميع ما نقوم به من جهد هو فقط لإرضاء هذا الجمهور العزيز. وإن شاء الله نكون على حسن ظنكم، وإن شاء الله نوعدكم بتطوير خدماتنا أكثر وإرضائكم بنسبة أكثر إن شاء الله.